ما القيم الشرعية والدنيوية الكامنة في حديثة الإسراء والمعراج؟ كيف تجلت آثار هذه الحادثة في حياة المسلمين تاريخياً؟ ما مدى التشابه بين واقع المسلمين في زمن الإسراء والمعراج وبين واقعهم اليوم؟ وكيف يمكن الإفادة من هذه الذكرى في الارتقاء بواقع الأمة؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج مقاصد بعنوان الإسراء والمعراج في حياة الأمة في الأوقات التالية.